فما مثل يقول ني 203 ان شاء الله نكونوا فيكتوار نهار السبت ان شاء الله نكونوا نربحوا، وكان نكونوا عملنا بريسك اوبجيكتيف صغير لجمهور نادي الافريقي والستاف تكنيك. فما جمهور ما عطيش فينا الثقه، ان شاء الله نرجعوا لهم الثقه نتاعنا ان شاء الله، ان شاء الله نكملوا تروزيام فيكتوار نتاعنا وان شاء الله نكملوا بربح وكهو. ما يهمناش حتى في ليكيب شنيا وكل شيء، نحضروا الدربي نتاعنا بالكدا وان شاء الله فيكتوار. دي بيس با لو برا جي فو ميت توجور لو ديسپونيبل بو ترافاي اي اتابلير سو كي جي في كوم او ماروك. ماكس تان جوار اللي ظهر معناها ساسوفوا اللي ما نجمش يكون il n'est pas un joueur de valeur qui a trois fois successif buteur dans les championnats, trois championnats différents. Peut-être mais il y a une adaptation inchallah on va le voir dans les prochaines inchallah. نادي افريقي على الطريق الصحيح وقاعدين نتحسنوا من اسبوع الى اسبوع، فلذا ان شاء الله حتى في المقابله ضد الترجي الرياضي باش نقدموا ان شاء الله مردود طيب، وان شاء الله نصعدوا جماهيرنا ويكون الانتصار حليفنا ان شاء الله. فريق قاعد يمشي نحو الاحسن وبصفه جليه، الحاجز النفساني تكسر، اطار فني نحضر معاه في التمارين اللي قاعد يرسم فيه مقابلة المرسى ومقابلة باجة ريت الولاد ينفذوا فيه، وهذا مهم جدا، تجاوب اللاعبين مع الإطار الفني حاجة مهمة جدا، يعني اللي خط مدرب يوقع تنفيذه. أتأكد منه أنه الفريق إن شاء الله باش يقدم مقابلة في قيمته، واللاعبين باش يقدموا مقابلة في قيمة النادي الإفريقي، لكن مهما تكون النتيجة أنا اللي قاعد نخزر له نخزر ما بعد ما نقابل الترجي، لأني نشوف ثنية إن شاء الله وردية قدام النادي الإفريقي. جابوا لعب ممتاز، معناتها كنا تبعناه وكان موجود في الشان، معناتها من الفتره هذيك نعرفوه اللعب هذا، معناتها لاعب عنده مهارات كبيره، مازال معناتها قاعد المستوى نتاعو قاعد والمردود نتاعو قاعد يتقدم اكثر وشويه وقت، اكيد معناتها اللاعب هذا عنده مهارات فنيه وامكانيات فنيه كبيره ياسر، نجم يقدم اضافه للفريق النادي الافريقي وكذلك البطوله. هما كانوا موتيفي علينا اكثر، وفما حاجه معناها نحب نرجع خاطر مهمه جدا بالنسبه لي انا، ان ديربي معناها خاطر سيتي ماتش معناها تكتيك او نيفو، ثم اون في كبيره ان الفريقي قاعد البروغريس من ماتش الاخر هذا سيرتان ما واضح معناها العين، ولكن مازال تستنى فينا خدمه. اليوم نابروفي اللي الكوفريكان قاعد ماشي في ثنيه على الاقل، معناها في ثنيه صحيحه، وان شاء الله نخدمه خاطر مازال تستنى شويه خدمه اذا كان نحبوا نمشيوا لبعيد. جو تيان غوميرسي معناها ليغ ناسيونال دو فوتبول على النزاهه نتاعها في القرار اللي خذيته معناها ضدي انا، مالغري اللي الصور واضحه وجليه مع معناها اللقطه اللي عملتها انا، اذا كان يحبوا معناها نخليوها لهم راهو انا مستعد باش نخليها لهم من غدوه وما تضرش ليسبيرونس معناها. سي دوماج كون بير سو ماتش سي تو سي ان ديربي. Mais comme je dis souvent, le plus important, c'est pas gagner un match, le plus important, c'est le titre à la fin. Donc aujourd'hui, on a perdu la bataille, mais la guerre continue. Donc il y a plusieurs d'autres matchs derrière. On va déjà essayer de se concentrer sur le match samedi contre la Marsa. J'essaie toujours de trouver, on essaye de trouver une issue toujours pour que je reste. Bon, je sais pas si ça va marcher ou pas. Ça a l'air un peu difficile, mais bon,
On a encore du temps d'ici le 1er janvier, on espère qu'on trouvera une solution. انتصار هام بيان سوري يرفع المعنويات ويوري النادي الافريقي وجهه الحقيقي. مباراه التعاطف اليوم نجم نقولوا عامله الفرق بصراحه. مباراه التعاطف اليوم صحيح عاونت اصحابي كما قلت لك، المباراه تاع اليوم ما تغلاش على اصحابي وما تغلاش على الجمهور اللي جاي يتفرج اليوم. الحمد لله تو الكره تتبع والاداء يتبع ونقدموا في اداء جيد، يعني مش باب الصدفه، يعني قاعدين نخدموا في خدمه كبيره ودخلنا في تربص يعني من الاول اسبوع، يعني حاطين العزم اللي احنا باش نربحوا الماتش هذا. الماتش نتاع سكور اليوم الله غالب ربي وفقناش مركيو برشا بونتويات، ما ربي وفقنا باش جبنا 3 نقاط وذاك المهم، وان شاء الله نكملوا هكا بقوه ربي ان شاء الله. الماتشات اللي لعبناهم الكل وانتصرنا فيهم الكل ضيعنا دي زوكازيون، دونك قاعدين نخدموا على النقطة هذه بالذات، خاطر ديما كل ما تتاح لك فرص وتمركيهم في الماتش ديما كل ما باش تكمل الماتش ديما ما مرتاح. اليوم كنت حاضر خاطر شوف معناتها فريق كنا نلعب فيه قبل تراجي، معناها لازمني نكون حاضر 100% في الديال في كل شيء، خاطر كل كرة بدمها، معناتها خاطر فما برشا عباد استنى فيا. صار ريف يضيعوا كرة كيكة، المهم حققنا الفيكتوار واول دربي ليا المركي ان شاء الله، دربي الجاي المركي وعلى زليه المركي يشرف في مركي قزاوي. جولتنا في معرض الصحافه التونسيه باش نبداو من صحيفه التونسيه اللي كتبت البن العريض على الافريقي في نسخه براقه والترجي خذلت اوراقه. التونسيه نوهت بالاداء الرفيع الافريقي وخاصه اللي لعبوا الجزائري عبد المؤمن جابو، الى جريده الصحافه اللي حكيت على مستوى نادي الافريقي وقالت الافريقي بكل اقتدار رغم عناد الجار. نمشيو للصباح واللي اعتبرت انتصار نادي الافريقي في الدربي رقم 114 وضع حد سيطرة الترجي على لقاءات الاجواء. نختموا مع جريدة لابريس وتحت عنوان لا مانيغ اون بلوس، تحدث على المستوى الفني الكبير اللي ظهروا به ابناء نبيل معلول.